وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. وفاء لروح الفنانين المقتدرين العربي الدغمي وعبد الرزاق حكم، فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية تقدم البيت المهجور. البيت المهجور رواية بوليسية كتبها للإذاعة الفقيدان عبد الرزاق حكم والعربي الدغمي. تشخيص الهاشمي بن عمر، صفية الزياني، رشيد الحراق، زكي الهواري، فاطمة بن مزيان، محمد الأثير. ضبط الصوت وسجل الحلقة محمد اليوسفي. إخراج عبد الله العمراني. زوجتي حليمة لما وقف بها القطار في محطة الرميلات شافت قطار أخر رجل مجيف أمرأة، وظن البوليس في البحث ديالو الأول أنها غير كانت كتحلم وما تيقى حد من غيري أنا، واتفقت معها باش كلتهم الخدامة ديال السي موسى تساعدنا في البحث على الجثة ديال المرأة المقتولة. واش طمأنات للطرف ديال التوب والحك ديال البودرة اللي وجدات كلتهم في الحافة اللي في قلب الفيرمة ديال السي موسى؟ لا هي ولا أنا بغينا دليل أقوى. مرحبا بكم. وبالفعل خبرتنا كلتهم من بعد الاجتهاد ديالها في البحث أنها عثرت على جثة ديال المرأة مقتولة ومخبية في صندوق كبير مرمي في البيت المهجور في فيرمة السي موسى. السي موسى كما لاحظنا في الحلقة الأولى والثانية رجل بخيل، رغم الفيرما والدار الكبيرة اللي كيسكن فيها والأملاك العديدة، وبقوة البخل والشح اللي فيه حتى أنه كيظن باللي ولاد فريد وكمال وحمادي وبنته غيتا ونسيب إبراهيم كلهم كينتظروه يموت باش يورثوا فيه. كلتهم لما كان كيبحثها المفتش إدريس طلبت منه باش ما يفضحهاش لأنها كانت مكلفة من طرفي أنا عباس باش تقوم بالبحث على الجثة. واش عائلة السي موسى اطلعت على علاقتها معنا؟ اشنو هو مصيرها الان؟ وديال من ديك الجثة اللي توجدت مخبية في قلب الصندوق في البيت المهجور؟ باش نتعرفوا على هذا الشيء نستمعوا جميع الحلقة الثالثة من المسلسلة البوليسية البيت المهجور. دكتور جيتي؟ شحال طيبة هاد غيتا؟ كتبغي الخير لكل شيء، ما كتقدرش على الغيار. خسارة اللي بقي بلا زواج. ولكن هذه هي مأساة المرأة اللي كتعيش بين عائلة كلها رجال. أختها الصغيرة الله يرحمها تزوجات وهي بنت 17 عام، ولكن غير تحسن منها تصلح تكون زوجة مثالية وأم ممتازة. كيظهر أنها كتحب بها بزاف. قلبها كبير مسكينة، كتعطف على الجميع، مسعفة مسكينة، ما كتقدرش تشوف شي حد كيتألم قدامها بلا ما تخفف عليه. كتعرف بها بلي مريض غير بالوهم، ولكنها مخلياه على كنتو وكتعامله فعلا كأنه مريض. ونفس الشكل كتعمل مع خوتها، مثلا خاها فريد كتشجعو وكتوافقو في رأيه بلي هو رسام ممتاز، وحمادي كتوهمو بلي ما يمكن لها شي تعيش بلا النصائح ديالو لأنه مغرور بأنه ذكي ورجل أعمال إلى آخره إلى آخره. وكذلك كمال كتخليه يقول ما بغى على المغامرات ديالو. باختصار غيتها بنت لطيفة وذكية بزاف يا سيد المفتش. وقيل لا طولت عليك يا حضرة المفتش. لا 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 أبدا أبدا، بالعكس بالعكس. ما عليناش، واش يمكن لي القندرة على الجوتة من بعد ما فحصها صديقي الدكتور محمود الطبيب الشرعي؟ ربما تكون واحدة من المريضات اللي كيدواو عندي. ايه ما فيها بس. انا بنفسي كان بغي نتعرف على الشخصية ديالها، وما نكرهش حتى السي موسى يلقي عليها شي نظرة، ولكن كان خاف اعصابه ما تحملش هذا المنظر. اعصابه بحال الهندس ادريس. بالعكس يمكن له يغضب عليك الا ما سمحت له شيء باش يلقي نظرة على الجثة. اذا الحالة ديالو ماشي قبيحة بزاف. لا 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 ابدا، صحته في غاية ما يكون رغم الاوهام اللي مسلط عليه. اسمح لي نلقي نظرة على الجثة، كنظن أن النظر فيها يؤلم يا سيد المفتي. طبعا الدكتور محمود الطبيب الشرعي. نعم. يعتقد أن الجريمة وقعت هذه 15 حتى 20 يوم. إذا غادي تكون الجثة في حالة قبيحة. تفضل. ما كنظنش أنني شفتها من قبل. ريحة كيظهر أنها كانت جميلة في حياتها
سيد مفتيشة، ولكن العجب كيفاش تخبت هنايا؟ شكون اللي اكتشفها؟ الالي ساكلتهم الخدامة سي موسى، ولكن شكون اللي طلب منها تبحث هنايا في هذا المحل هذا؟ هذا الشيء اللي غادي نسالها عليه. مصيبه هذه، مصيبه هذه. سي موسى فضيحه هذه، فضيحه هذه. هذا الصندوق، هذا الصندوق كنت شريته من المعرض الدولي. املك اعصابك سي موسى، املك اعصابك. منظر جوتا كنظن ما غاديش يعجبك. لا لا، كيف ما بغى يكون منظرها، لابد من ادي واجبي بحال جميع الناس. تفضل سي موسى، تفضل تفضل. هاي في هذا الصندوق. ما عمرني شفتها من قبل. شنو المعنى ديال هذا الشيء؟ فضيحه هذه، فضيحه هذه، مصيبه هذه. علاش اللي هاد المراه غادي تجي حتى لهاد البيت المهجور وتخلي شخص يقتلها ويخبيها في هذا الصندوق؟ فضيحه هذه، مصيبه هذه. دكتور دكتور، تعبت. هذا المنظر دوخني. قلبي 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 كيضرب. فين بنت غيتا؟ اطمئن اطمئن سي موسى، اطمئن. غير غير تشرب الدواء بحول الله وغادي تهدنوا اعصابك. يلا 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 تمشي في حالك. يلا من فضلك حضرت المفتيش، اسمح لنا انا وصديقي اسماعيل نلقاو نظرة على الجثة. الانسان ما يمكنلوش يشوف بحال هذا المنظر كل نهار. شكون نتوما؟ انا جمال، ولد بنت سي موسى، وهذا صديقي في المدرسه اسماعيل. اي نعم. من فضلك سيدي خلينا نشوفوا الجوج. ما فيها بس، ما فيها بس. الانسان ما كيكون شاب الا مره واحده في هذه الحياه، والشباب دائما عنده رغبات، وما فيها بس اذا كان كيحقق هذه الرغبات ديالو مره مره. شكرا، بارك الله فيك. شكرا سيدي المفتيش، بارك الله فيك سيدي. قلتم هي سبب هذه الفضيحه؟ كل ما كانت شي ما يعرف حد امر هذه الجثة. عندك الحق، خاصني غير نعرف السبب اللي جعلها تدخل البيت ماجور وتفتح الصندوق باش يتضرب لينا هذا الطرف البلاد، ويتقال باللي مخبيه عندنا مراه مقتوله. ايوا ما عرفت اللي كاين، هو هذا البيت كان خصو يتنظف ويترتب، ولما دخلت ليه لقيت فيه ريحه غريبه، فهمت انها ماجيه من داك الصندوق. بلا شك كانت هناك رائحه، لان الطبيب الشرعي قال ان الوفاه كانت هذه مده من 3 أو 4 أسابيع. لكن الجبهات قلتهم تدخل داك البيت، ربما كان عندها شي غرض مجهول خاص بها. استاذ محسن، هادو اللي جا البوليس جاو، وانت بصفتك المحامي ديال الاسره نبغيك الله يخليك توضح لهم باللي راحنا مرتبطين باشغال جد مهمه، وما يحاولوش يضيعوا وقتنا في واحد الامر اللي ما عندنا فيه لا نقاق ولا جمال. غير تهنا السي كمال، تهنا. قلتهم سيري افتحي لهم الباب. سيري اسمعوني، انتوما من فضلكم دخلوا البيت الاخر وخليوني هنا في هذا الصالون تقابل معاهم. يلا تفضلوا. دخلوا دخلوا تفضلوا، حضرات المحامين ديال الاسره كاين ينتظركم. تفضلوا تفضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا، تفضلوا سيدي تفضلوا. مرحبا. يمكنك تخلينا كنتو وخاتي، بما انك المحامي ديال الاسره كيوجب علينا نخبروك بالحقيقه. تفضل سيدي. المعلومات اللي عندنا كتجعلنا نعتقد بلي المراه المقتوله ماشي من هذه الناحيه، وانها جات لهنا من العاصمه من بعد ما وصلت للبلاد من الخارج، وكنرجحوا انها جات من فرنسا. الشيء اللي كنطلب منكم هو توصلوا الحقيقه في اقرب وقت، لان جميع افراد الاسره مقلقين من هذه الناحيه. الشيء اللي وقع فيهم اللي خلى شغلو باش يشوف هذه المصيبه، زياده على انهم ما عندهم يد في هذه المساله. عندك الحق، وباش نحققوا الرغبه ديالهم كنبغيو نوجهوا لهم بعض الاسئله ولجميع افراد الاسره. وزعما ضروريه هذه الاسئله دي؟ نعم يا حضره المحامي، السؤال ديالهم ضروري، لاننا كيخصنا نعرفوا علاش هاد السيده جات للفيرما، وشكون اللي كان معاها، وسبق لها عندها شي علاقه مع شي واحد من افراد الاسره. اما من ناحيه الاستاذ كنبغيوك تذكرنا بتاريخ الأسرة بكل اختصار. تاريخ الأسرة معروف، الأب ديال السي موسى الله يرحمه جمع ثروة كبيرة من صناعة الحلوى وشرا هاد الفيرما وبنى هاد الدار عام 1808، ومن بعد ما مات فضل السي موسى يسكن في هاد الفيرما ويعيش من الأملاك والثروات العظيمة اللي خلى ليه باه. والسي موسى ما عندوش خاه؟
كان عنده خاء السي علال ومات قبل ما يموت باهم. والسي موسى ما عمرو فكر يبيع الفيرما او هالدار، لان كاين سوء تفاهم ما بين السي موسى وولادو. تفاهم؟ سوء تفاهم؟ نعم سيدي. بحالاش؟ الاولاد كيدعيو باللي جدهم الله يرحمه كان كتب الثلث الجايز لخاهم رشيد اللي مات في الفتره ديال الحرب، وباهم السي موسى كياكد لهم باللي ما كاين لا ثلث ولا نص، وانه ما خلا والو، وانهم ما عندهمش الحق باش يطلبوا من نوح حتى شي حاجه ديال المرحوم خاهم رشيد. وشكون هما ولادو الان؟ كاين سيدي رشيد اللي قلت لكم مات في الفتره ديال الحرب، وكاين فريد وحمادي وكمال وغيتا، ومنال اللي مات من بعد ما تزوجت بالسي ابراهيم وخلات ولد اسمه جمال. اذن رشيد كان مزوج قبل ما يموت؟ لا. باقي عندكم شي اسئله اخرى غادي تلقاي عليا؟ لانني باغي نسافر، عندي اشغال كتنتظرني. لا لا شكرا، غير مدى بيا نتعرف على ولاد السي موسى. واخا سيدي. واخا موجودين. موجودين. هذا السي فريد. وهذا السي حمادي. وهذا السي كمال. وهذه الأنسة غيتا. وهذا السي ابراهيم زوج اختهم امينه الله يرحمها. انا متشرف بكم. الواجب عليا نطمئنكم، المقصود ديالنا هو نكشفوا الغموض ديال هذا الحادث المؤلم، وكنعتقدوا ان هذه المراه المقتوله اجنبيه على هذا البلد. اجنبيه؟ ياك ما فرنسيه. المهم الان انني من بعد ما تعرفت عليكم نبغي نشوفكم واحد بواحد. الاخبار اللي عندي عليك السي فريد انك وصلتي البارح من جزر الباليار، واش ساكن تما؟ ايه، هذه سنتين وفي جزيره ايفيز بالذات، لان جوها كيناسب حالتي الصحيه. قالوا لنا انك جيتي من جهه اخرى قبل من هذه، يعني في العيد الكبير، فعلاش بالضبط جيتي البارع عاوتاني؟ صيفطت اختي برقيه كطالب مني نجي من بعد ما تواجدات جثه ديال المراه مجهوله عندنا في الفيرما. وشنو هي النظريه ديالك في هذه القضيه سي فريد؟ ايوا نظريتي ان هذه المراه ما هيش فوق الشبهات، بحال مراه قصيره. وعلاش؟ ما نعرف، ولكن علاش جات لهذا البيت المهجور؟ ولاش تقتلات؟ واش سمعتي التقرير ديال الطبيب؟ ايه. واش في علمك باللي المرأة اللي تقتلات هذه تقريبا ثلاثة او اربعة ديال الاسابيع؟ ايه في علمي. قلتي جيتي باش دوز العيد الكبير مع العائلة هنايا، وقتاش وصلتي بالضبط؟ ركبت في الطيارة نهار السبت اللي قبل من العيد، يعني نهار 21 من شهر ديسمبر. جيتي مباشرة من ايفيز لهناياك؟ ايه، ركبت في الطيارة في الصباح وكنت هنا في وقت الغداء. وقتاش رجعتي؟ نهار الجمعة 27 ديسمبر. طيب شكرا. الوفاة وقعت في المدة اللي قضيت هنا. بلا شك في هادشي كتفكر يا حضرة المفتيش، إلا كان هذا هو رأيك راني كنخبرك باللي ماشي من هوايتي نذبح النساء في العيد الكبير في عوض الكباش. هذا ماشي وقت المزاحة سي فريد، يمكن لك تمشي وقت ما بغيناك نعيطو عليك. وعيط لنا خاك حمادي يدخل حتى هو لعندنا. شنو رايك؟ كيبان عليه خفيف وماشي بعيد تكون عنده علاقه بنساء من نوع المراه المقتوله، ولكن الا كان بالفعل موصل حتى النهار السبت 21 ما كنعتقدش يكون هو القاتل، وخصوصا الا خدينا بعين الاعتبار الاقوال ديال المراه سي عباس اللي شافت الجريمه في القطار نهار الجمعه 20 ديسمبر. بالحق سهل باش نعرف نهار الجا. تفضل تفضل سي حمادي زيد. نعم سيدي. بغيناك تقول لنا شنو هو رايك في هذا الشيء اللي وقع سي حمادي. ما عرفت ما نقول اكثر من ان هذه مصيبه. قل لي، دوزتي هنايا العيد الكبير؟ اي نعم سيدي، وصلت قبل بنهار وبقيت حتى لاخر الاسبوع. مزيان شكرا، يمكن لك تمشي بحالك. قل السيد كمال خاك. نعم. قل عنا. واخا سي. دخل سيدي. اي تفضل زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. فاش كتشتغل سي كمال؟ كنت خدام في شركه ديال التامين، والان كنعمل هنا وهنا باش نصور الطرف ديال الخبز. شنو هو رايك في هذا الشيء اللي وقع بالدار؟ سمعت انها جات من العاصمه، لكن ما كاين حتى شي حجه على هذا الشيء هذا ياك سيدي. كيفاش؟ بحالاش؟ ربما وجدتوا في جيبها ورقه ديال الرجوع للعاصمه. كنتي نهار العيد الكبير هنا؟
جيت قبل بيومين من العيد وبقيت حتى لاخر الاسبوع. صح. طيب ما فضلك نادي لي على نسيبكم سي ابراهيم. سي ابراهيم واخا سي عيط له. هذا كمال كيعتقد مع بالو بالله هو ذكي كيظهر عليه. بعد نشوفوا كل شيء. تفضل سي ابراهيم زيد. انا سي مالك اش كاين؟ مرحبا بكم. الواقع انني غريب على هذه الاسره وما كيرضي بها غير ولدي جمال. ايه كنت مزوج بانسه السيده امينه ياك بنت السي موسى ياك؟ ايه ومات هذه 5 سنين. شنو رايك في هذا الشيء اللي وقع؟ ايوا سيدي راني ضايخ ما عرفتش شنو غادي نقول لكم، ولكن دابا بالصحه هاد المراه اجنبيه بحال اللي كيقولوا. يا الا كان هذا الشيء صحيح تقدر تقول لنا واش عندك شي فكره كتروج في بالك؟ لا 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 ما عندي حتى فكره في الموضوع. واخا تكون هذه المراه المقتوله فرنسيه فرنسويه. وعلاش اللي غادي تكون فرنسويه؟ لا لا غير مجرد فكره والسلام. مزيان ويقدر ولدي جمال وصديقه اسماعيل يعاونكم اكثر مني. راه من نهار اللي توجدت الجثه وهما كيبحثوا على شي حاجه اللي تفيدكم في التحقيق. اي حقيقه شكون يعرف يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. شكرا سي ابراهيم بارك الله فيك. يمكن لك تمشي وتعيط لدها الانسه غيثا الله يخليك. عام سيدي بارك الله فيك. غيثا غيثا تفضلي. بغيتوني؟ تفضلي يا انسه زيدي. كوني متيقنة يا انسه غيثا بلي ما غاديش نزيد نقلقك بالاسئله ديالك. انا تحت امركم غير سالوني ربما نقدر نقدم لكم بعض المساعده. شكرا يا انسه. الان مازلنا ما عرفنا حتى شي حاجه على هذه المراه المقتوله. جاوبينا الجواب ديالها ما وجدنا فيهم حتى شي حاجه، لكن كنبغيو نعرفوا منك شي حاجه اخرى اللي توضح لنا الطريق بعض الشيء. كنتمنى نستطع نعاونكم. ما كتعرفيش شي حاجه في الماضي اللي يمكن تكون عندها علاقه بالشيء اللي وقع؟ صديقه قديمه كانت كتعيش في فرنسا مثلا او لا 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 ابدا. ولكن قبيلة لما سمعتي انها امرأة اجنبية قلتي لي على بغتها واش هي فرنسية، شنو هو السبب؟